ضيف مراسل الغد رائد، كيف تتشكل إذن الصورة لديك؟ نعم، هنا فجأة ودون سابق إنذار اقتحمت قوات الاحتلال منطقة باب الزاوية في وسط مدينة الخليل وكذلك البلدة القديمة الواقعة بالقرب من الحرم الإبراهيمي، وذلك لتأمين دخول آلاف المستوطنين المتطرفين. بعض المصادر أشارت إلى وجود حوالي 40,000 من المستوطنين المتطرفين في منطقة باب الزاوية وكذلك الحرم الإبراهيمي. الآن قوات الاحتلال تقوم طبعا بإغلاق منطقة باب الزاوية في هذه اللحظات، وتقوم بمنع المواطنين الفلسطينيين من طبعا الاقتراب ومن القدوم الى هذا المكان. الان حتى قوات الاحتلال يعني تقوم بمنع الزملاء الصحفيين وبمنع طاقم الغد من تغطيه الاحداث هناك. كما تشاهدون المنطقه تحولت طبعا الى ثكنه عسكريه كبيره، وهناك وجود لعدد كبير من المستوطنين المتطرفين. ربما الكاميرا بعد قليل ستظهر العدد الكبير من المستوطنين الذين دخلوا الى قبر ما يسمى حفرون حسب معتقداتهم اليهوديه، بأن هذا القبر تابع لهم وأنه لليهود طبعا في وسط مدينة الخليل. ومع ذلك أرغموا أصحاب المحال التجارية جميعا، مئات المحال التجارية تم إغلاقها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، من قبل حرس الحدود الذي يقف في منطقة باب الزاوية، وذلك طبعا لتأمين دخول المستوطنين المتطرفين. هذا ليس المكان الوحيد الذي يتواجد فيه المستوطنون، وإنما البلدة القديمة أيضا قبل قليل شهدنا أعداد كبيرة تدخل وتقتحم البلدة القديمة القريبة من الحرم الإبراهيمي، حتى أنهم يمنعون الدخول إلى هذه المنطقة. أحد كبار السن يحاول الدخول طبعا إلى منطقة باب الزاوية يمنعونه، وذلك لطبعا حماية المستوطنين المتطرفين في أعيادهم. منذ يعني ساعات ظهر هذا اليوم انتشرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي على أسطح المنازل الفلسطينية، على أسطح البنايات السكنية، وذلك لتأمين المتطرفين الذين دخلوا والآن تشاهدونهم. هم يحاولون العبور أيضا إلى شارع الشهداء المغلق منذ عام 1994. الآن كاميرا الغد طبعا ترصد لكم هذه التحركات وهذه الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومنع المواطنين الفلسطينيين حقيقة من طبعا الدخول. طبعا أحد جنود الاحتلال لم يرق له بأننا ننقل الصورة منا، ويحاول إبعادنا من المكان. الصورة أبلغ من كل الكلام منذ حوالي رائد. نعم. يعني تفضل رائد. رائد هل زلت معي؟ نعم منا نتحدث. نعم نتحدث أن قوات الاحتلال يعني تقوم بمنع المواطنين الفلسطينيين، وحتى عندما اقتربت كاميرا قناة الغد من منطقة باب الزاوية حاول أحد جنود الاحتلال طبعا منعها من التقدم ولرصد الانتهاكات. وكما ذكرت في بداية رسالتي، فجأة ودون سابق إنذار هم يدخلون إلى هذا المكان، يحولونه إلى منطقة عسكرية مغلقة بأوامر عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي. بعد ذلك نلاحظ توافد كبير للمستوطنين المتطرفين الذين جاءوا من خارج الخليل، وأقصد هنا من مستوطنات مختلفة من خارج الخليل، مرورا بشارع مستوطنة كريات أربع، بالإضافة أيضا إلى شوارع قريبة من الحرم الإبراهيمي الذي أغلق منذ ساعات صباح هذا اليوم، وسيستمر الإغلاق حسب ما صرح به السيد حفظي أبو سنيني وهو مدير الحرم الإبراهيمي حتى الساعة 9 مساء، وذلك ليتمكن المستوطنون المتطرفون من أداء صلواتهم التلمودية والدينية كذلك في الحرم الإبراهيمي، ويمنع الفلسطينيون طبعا من الدخول إليه لأداء صلواتهم. وهذا يجري دائما، يتم إغلاق الحرم حوالي أكثر من 10 أيام في السنة الواحدة أمام المسلمين وأمام حتى الوافدين من الخارج، وفقط يسمح لليهود بدخوله، وحتى يعني إن صح التعبير للمستوطنين المتطرفين. منى، إذن الصورة كانت أبلغ من أي كلام رائد. فعلا ورأينا ربما إبعاد لطاقم كاميرا الغد وعدم نقل الصورة بشكل واضح، كما تم أيضا في الصورة كما رأينا قبل قليل إبعاد بعض المواطنين ومنعهم ربما من المرور من ذلك المكان المخصص للمستوطنين الذين سيمرون منه ربما احتفالا بعيد سارة اليهودي اليوم. سنتابع معك تطورات في هذا الملف رائد في نشرتنا اللاحقة، وإن جد جديد لديك شكرا جزيلا لك.